كنت عارفه بلي دخلوا القنيطره في الاول حتى جات قالتها لي ماشي جات قالت صيفطات لي واحد البوست واحد صاحبتي وشفت بلي دخلوا القنيطره وصافي بديت كنشوف الناس كيركبوا فيهم وداكشي وبديت انا كنركب صراحه ما كانوش حيت كانوا لي ميني بوس وكانوا معاونيننا بزاف غير هو لو بوين نيجاتيف ما كانش عندهم البلايك ديالهم وكانوا كيتسبوا بزاف ديال لي زاكسيدون دونك كان ان بوين نيجاتيف صراحه ولكن كانوا كيعاونوا الناس وداكشي صراحه فيهم مشكل واحد هو التعطال كيتعطلوا في البلاكه والبلايك ماشي بزاف دونك ما كيحبش لك اكزاكتومون في البلاصه اللي انت باغي وبعض المرات كيتسبب لك انك كيعطلك والوقت وداكشي مثلا داخل انت المدرسه مع 8:30 كيتعطل لك بربع ساعه ولا نص ساعه دونك انت ما سي با ان بوين بوزيتيف زعما بغيتهم يشوفوا زعما الناس يبداو دوك الموالين لي ميني لي طوبيسات يبقاو يجيو في الوقت وداكشي ويحسنوهم وكيما جاوا يبقاو كيما هما ديجا ركبت فيهم شي 3 فوا دابا يعني ما كاينش دي بروبليم المشكل اللي كاين الواحد هو كاين شويه تعطال وصافي زعما في ايامات الميني بيس حيت كانوا ميني بيس هنا في قناطر لي ميني بيس المشكل الواحد اللي كان هو سوء التسيير ما كانش واحد الوقت ديالهم فين ما كانش عندهم مثلا البلايك اللي يوقفوا فيهم فهمتي كان داكشي عشوائي وهذا الشيء تسبب في ديزاكسيدون بزاف طراو بزاف لي زاكسيدون اكشوالمون الحمد لله دابا صافي فهمتي تقاد المشكل ديال الترونسبور المدينه تقادات ما بقاش الزحام بزاف لومبوتياج ما بقاش ونتمنى يزيدوا شويه من الطوبيسات باش ما يبقاش هذاك التعطال الروطار اللي تنعيشوا دابا صراحه كنا فرحانين في الاول ولكن من بعد ما دخلوا شفنا الخدمه ديالهم صراحه شي حاجه اللي ما هياش حيت كيتعطلوا بزاف وغوطار ما بين واحد تقريبا نص ساعه يعني ما كتجي انت تركبي على حسب او ماي جاد واحد مشى وكنتي انت تركبي على حسب اونس حتى كتلقاي مشارك الحال يعني حنا كندخلوا يعني مع 9:30 يعني نورمالمون حنا هذيك تقريبا خاصك تجي انت مع هذيك 48 دقيقه على الاقل تلقاه يعني تما كاين مع اونس انت ما كيجيش حتى 10 48 دقيقه وما كنركبوا حتى 10 اوكي سو كنتمنى انه يتحسن هذا الشيء يعني حنا دابا يلاه بادين طوبيسات يعني دابا كنقولوا حنا انهم زعما تقادات الامور ديالهم مزيان خبر مزيان بالنسبه زعما كنا كنعانيو من مشاكل ديال ترونسبور كان لي ميني بيس تيديروا مشاكل بزاف صافي دابا منين جاو طوبيسات مزيان باقي كاين واحد ديال البروبليم ديال على حسب التراجي ديال الطوبيس كل مره كيبقاو يبدلوه فهمتي كيكونوا غادي مثلا بحال مثلا طوبيس 7 كركبوا فيه شي دوز من طريق ومن بعد عاوتاني تدوز يومين شي دوز من طريق اخرى هذا هو المشكل اللي كاين صافي وكاين شويه ديال الروطار وصافي اهم حاجه هي الطوبيس زعما يبقى كيف جا في اول مره ما يوقع فيه حتى شي مشكل صافي هذا هو اللي بغيت نوصل لك بون او ديبي زعما الخبر ديال لي بوس زعما اوليو ديال لي ميني بوس في قنيطره زعما كانت شي حاجه اللي زوينه تبدلوا بزاف ديال الحوايج بون او ديبي كان كلشي مزيان اون ديزي بلي زعما لي مويان دو ترونسبور غادي المهم كلشي غادي يكون مقاد مي دابا فاش كنشوفوا مثلا لي ميني بوس كانوا كيوقفوا زعما طريق كامله ميم سي ما كانش احترام زعما ديال البلايك اي داكشي ولكن ما كانش داك الازمه ديال لي ترونسبور كتوقف عارف راسك غادي تمشي زعما ما كاينش تعطل سواء على القرايه الخدمه زعما كلشي دابا كاين ان ريسبير البلايك اي ما كيوقفش في اي بلاصه ما كيهزش من اي بلاصه ما كيحطش في اي بلاصه دونك كاين ان بروبليم في مثلا انا غادي نمشي من بلاصه لبلاصه غادي يقدر يحطني ديال المسافه ديال نص ديال الطريق بعيد على واحد البلاصه واحده اخرى دونك هما مزيانين دان كوتي مي دان لوت كوتي خصهم يديروا اعاده نظر في البلايص فين خصهم يحطوا الناس